بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وفيديو جديد. وكعادتنا الفترة الأخيرة، النهاردة الفيديو استكمالا تاني ل يعني متطلبات أو مستلزمات التعلم عن بعد Distant Learning. وكنا شرحنا أنا وحضراتكم قبل كده كذا فيديو يخص الزوم ويخص الجوجل ميتنج ولو الهانج اوت، واتكلمنا كمان يمكن عن بعض يعني التريكس او التيبس اللي احنا نقدر نعملها عشان نستخدم الزوم. ويمكن في دلوقتي كلام عن بعض السكيورتي ايشوز او بعض الحاجات الامنيه اللي يمكن بتواجه برنامج زوم، ففكرنا ان احنا كعادتنا نبقى يعني سباقين شويه ونبتدي نبص على حاجه جديده، هي حاجة اسمها جوجل رومز. جوجل بيقدم لنا كل الحاجات ديت فور فري. أول حاجة عملتها أنا دخلت هنا جبت جوجل عادي كويس، وبعدين دخلت هنا على الجوجل أبس بتاعتي من الناحية دي، وبعدين نزلت تحت شويتين لقيت إن عندي هنا حاجة اسمها كلاس روم. ضغطت عليه بالمنظر ده، فتح تاب تاني وقال لي انت عايز تدخل بالاكاونت دوت. فطبعا انا هيظهر لحضرتك الايميل بتاعك اللي هو الخاص بيك بتاع جوجل. انا طبعا سالني اذا كان الميل بتاعك اللي عاوز تدخل بيه هو ده، فانا غيرت الميل للميل بتاع الجامعه. وبيقول لك هنا بيك يور رول، هل انت ستودنت ولا تيتشر؟ فاقول له اي ام تيتشر. زي ما انتم شايفين هنا طلع لنا البيج ديت، وبيقول لي هنا بعد ما اخترت I'm a teacher، وبيقول لي هنا we don't see your existing class، فبيقول لي try another account. انا طبعا لسه ما كريتش اي classes، فهو بيقول لي هنا create or join your first class، فهدوس هنا كده. هيقول لي عاوز to create ولا to join. طيب تعالوا نشوف to join. هيقول لي ask your teacher for the class code then enter it here. يعني لو already انا داخل عشان to join a class يبقى لازم يكون في كود موجود، الكود دوت هو اللي هكتبه هنا وهدوس اوكي او جوين، فهخش على الكلاس ده. طيب انا اوريدي عاوز تو كريت كلاس، فهدوس كده كرييت كلاس، فهيقول لي الكلاس نيم، فهقول مثلا اوديتنج 2 سيكشن مثلا A السبجكت اكاونتنج او اوديتنج. الروم هقول روم 1 مثلا اوكي، وهقول كده كرييت. هو هنا طبعا is creating، فاحنا هننتظر لغايه لما يطلع لنا الروم. طبعا ده هيبقى معتمد بعض الشيء على السيرفر بالظبط، فهو هنا فتح لي اهو auditing A الكلاس كود هو ده اللي حضراتكم شايفينه. تمام، ده اللي حضرتك هتديه لاي حد عشان يخش الايه الكلاس ده. طبعا هتاخده كوبي تمام، وبعدين حضرتك هتديه لاي حد زي ما احنا شفنا في الاول. هنعمل join ونحط الكود دوت، هيدخله عندي هنا. بيقول لي what is new in classroom، بيقول لي get ready for school year see students grades for all assignment on the grade page. يعني حضرتك تقدر تعمل assignment تقول لولادي يسلموا assignment وتحط الجريد بتاعتهم على البيج. تقدر to test drive rubric originality report and SIS grade synchronization. يعني حضرتك هنا تقدر تحط الروبريك بتاعك وتحط الماركس بتاعتك عليه. تقدر كمان تشوف الاوريجيناليتي ريبورت كويس هنا. طيب customize your stream go to class settings and class work on the stream. طبعا بيقول لي هنا خش على الكلاس سيتنجز، هنخش عليها بعد شويه، ولكن اقول له اوكي. هنا بقى بيقول لي ايه شير سمثينج وذ يور ستودنتس، فهقول مثلا هو هنا بقى بيقول بوست ناو اور بلان اهيد، يو كان تشوز وين تو شير ذيس بوست وذ يور كلاس، بوست تو ستودنت رايت اواي اقدر اشيرها حالا، او تو بيك ا ديت يور بوست ويل ابير او احدد له تاريخ هو ينزلها فيه، او سيف ا درافت اند فينيش ليتر، او ان انا اعمل الكلام ده دلوقتي واشيره. اقول مثلا ويلكم to welcome to
اوضي ثينج كلاس. اوكي وهقول تو اول ستودنتس، ولا لو طبعا عندي هنا ستودنتس كان هيظهر لي ليست اوف نيمز كنت هعمل كده. وبعدين مثلا لو انا عاوز تو اتاش حاجه مثلا جوجل درايف او لينك او فايل او يوتيوب حتى فيديو، وهقول بوست طبعا هي ظهرت هنا. ويمكن في ادمودو الفيديو كنا اتكلمنا عن ازاي ان هو واخد الشكل بتاع السوشيال ميديا زي الفيسبوك كده، فهنا نفس الكلام البوستس كلها بتنزل ويقدر واخد بال حضرتك ان حد يرد بالطريقة دي. طيب ده لو حضرتك بتتكلم هنا. طيب تعال نروح للكلاس وورك هنا كده، بيقول لي create assign work to class here. يعني ايه؟ يعني حضرتك تقدر to create assignment to question وto use topic to organize the classwork into modules or unit أو order work the way you want student to ايه. طيب تعالوا ندوس هنا create. هيقول لي عاوز assignment ولا quiz، assignment ولا question ولا material ولا reuse post. اوكي طيب تعال نشوف كده لو احنا عاوزين نعمل quiz assignment. فبيقول لي add or create material. طبعا هنا نقدر نحط title مثلا، هقول quiz 1. هنا instructions مثلا هقول له answer only 10 questions مثلا. بعد كده بيقول لي هنا عاوز بقى اعمل plan quiz انا هعمله، او ان انا هاد لو هو موجود على جوجل درايف او ليه لينك معين او فايل، او على اليوتيوب هدي مثلا فيديو وهطلب ان يكون على الولاد ان هم يعملوا كومنت او analysis او حاجة زي كده. طيب طبعا انا هنا بيقول لي كرييت، فلو انا عملت كرييت كده بيقول لي عاوز دوك ولا سلايدز ولا شيت ولا دروينج لو انا عاوز اعمل زي حاجه زي كده، او على جوجل فورم. ويمكن كان في فيديو انا عملته قبل كده ازاي نعمل كويتشنير على جوجل فورم، نفس الكلام نقدر نعمله هنا برضو على جوجل فورم من خلال الايه الجوجل فورم نعمل كويز يعني. طيب learn about the new Google، بيقول لي form has new look and new ways of collecting and organizing information. هو عاوز يديني tour زي ما انت شايف، بيقول لي هنا من هنا اعمل adding question، من هنا pick a theme لو انت عايز تغير الثيم بتاعك، هنا options كويس ممكن تعمل confirmation message او مثلا quiz features معينة، هنا get real time answers تعرف كم واحد جاوبوا الإجابة ديت ويطلع لك statistics كويس. فطبعا نقدر اللي عايز طبعا يقدر يرجع ليه ازاي اعمل كوتشنير، ولان الكوتشنير قريب من الكويز هو مجرد مجموعه من الاسئله، يقدر يخش هنا ويكتب مثلا what is the nature of the asset account زي ما انا يعني السؤال الاشهر اللي موجود هنا، واحط اوبشن 1 مثلا اقول زي ما قلت دايما ديبت مثلا. السؤال الثاني بيتكلم على كريدت، السؤال الثالث نون of the above خلاص، واقول له الانسر كي واخد بال حضرتك، يعني هقول له كده الانسر كي بتاعتي لو هو جاوب ديبت اوكي هو ده الصح، واقول له اديله درجه واقول له دن اوكي. يبقى وهروح مثلا عاوز بقى تشار الكلام ده، طبعا انت هتشارت على باك على يور درايف كويس، ولكن لو رحت هنا للريسبونسز هيقول لي مثلا انا زيرو ريسبونس لان محدش لسه جاوب لغايه دلوقتي. طيب واقدر ان انا تو دوبليكيت بقى الكويشن مثلا، واعمل زي المره اللي فاتت برضو لايبيليتيز liability account خلاص، وهقول له هنا مش هقول بقى ان هنا ده الموديل انسر، هننزل بس تحت هنا الانسر كي، لا مش هو ده، ده هو الانسر، وهدوس كده وبقى هو عارف ان هو ده الاجابه الصح، بس يمكن احنا مثلا نسينا هنا، لا ادينا له واحد زي ما المفروض. اوكي تمام خلاص. وتقدر بقى حضرتك هنا ان انت تو امبورت كويشنز، لو انت عندك كويشنز اوريدي جاهزه تقدر ان انت تاخد منها الكلام ده واخد بال حضرتك، او اسئله انت حاططها قبل كده تقدر برضو تعمل الكلام ده. عاوز تو سند بقى، فهتقول والله هيقول لك سند تو ميل، ولا هتاخد هنا يو ار ال، فهدوس شورت مثلا يو ار ال
وهنا قال لي بريس كنترول اند سي، فدوس كنترول سي اصبح او دوس كوبي هنا كده خلاص، واقدر ان انا تشارت ارجع هنا خلاص عملت الكويز دوت. واخد بال حضرتك؟ هقول له كده assign او schedule او save draft، هقول له assign فهيقول لي assigning، فهيظهر الكويز معانا على البيج اللي موجوده. واخد بال حضرتك؟ بيقول لي add topic use topics to organize classwork into modules or units، قلت له اوكي، فظهر عندي هنا quiz 1 اللي هيدخل عليه answer only 10 questions زي ما احنا اتفقنا. هيدوس على blank quiz، فطبعا هيخش هنا يجاوب مثلا ده debit وده credit كويس، وهقول submit تمام. لو انا رجعت هنا بقى للريسبونس هيقول لي في واحد جاوب خلاص، وده طبعا بيقول لي هنا عاوز تعرف لكل question اقدر اقول لك خلاص. قال لي 2 points الافريج الميديان الرينج، واخد بالك، وان الشخص ده بالايميل دوت عمل سكور 2 من 2. السؤال الاولاني اتجاوب صح، السؤال الثاني كله اتجاوب صح زي ما احنا اتفقنا. لو دخلت ثاني وعملت الكويز واخد بال حضرتك وجاوبت غلط، هيقول لي ان 50% يعني مثلا هو هنا قال لي فيو السكور، لو هو الولد او الطالب عاوز يعرف السكور بتاعه، فقال له اه ده الصح اهو وده الصح اهو، والتوتال بوينت 2 اوت اوف 2. واخد بال حضرتك؟ وتقدر ان انت تعمل حاجه زي كده. طيب اوكي، تعالى نرجع للكلاس روم. يبقى ده كلاس روم، تقدر حضرتك تكريت تاني اهو. احنا عملنا كريت كويز عشان يمكن ده دايما اللي بيبقى هامم الطلبه، كويشنز ماتيريال. لو انا عاوز هنا كريت ماتيريال هحط طبعا تايتل وهحط الماتيريال اللي انا عايزها، واخد بال حضرتك، وبرده هاد سواء فايل او زي ما انت عايز طبعا مفيش مشكله. قفلته هنا وهرجع تاني بقى للبيبل. هنا طبعا بيقول لي التيتشر فلان، للستودنتس عاوز تو اد ذم انت بنفسك، هيقول لي انفايت تايب نيم اور ايميل، فهعمل انفيتيشن ليهم، او ان انت تو انفايت الستودنت اور جيف ذم ذا كلاس كود اللي هو السي اي في اي ان اس دي، ده اللي هو الكلاس اللي احنا وي كرييتد سوا زي ما احنا عملنا دلوقتي. عاوز يعرف الجريدز بتاعته، طبعا هو بيقول لي set up your grading system and choose if you want the student to see their overall grades، فهقول له اوكي. لو دوست هنا كده قال لي the auditing class description لو احنا عايزين، room 1 auditing general class code كذا، the stream student can post and comment، ال class work يعني يقدر الولاد ان هم يعملوا post ويعملوا comment او بس ان هم to comment بس كويس، او only teacher can post or comment، class work on the stream بيقول لي show condensed show attachment and detail، show condensed notification، hide notification، النوتيفيكيشن اللي هتجي لك شكلها عامل ازاي، show deleted item لو في items deleted انت عاوز هنا to show it او لا، الجريدنج بتاعك overall grade calculation، هتقول بقى total point او weighted by category، لو قلت weighted by category يبقى حضرتك you have to show the overall grade للstudents وتحط الجريد category زي ما انت شايف كده. لو حضرتك هتاخد بالتوتال بوينتس فهيقول لك الجريد الريكوايرد مثلا هقول 50 من 100، اوكي يبقى الجريد كاتيجوري بتاعتي، واخد بال حضرتك الديفولت بوينتس الجريد كاتيجوري كذا، عاوز اد انذر 50 مثلا للكويز، عاوز اد وات ايفر بقى اللي انت عايز ايه تو اد، عاوز توري الولد الاوفرول جريد بتاعه، واخد بالك، هدوس كده هقول مثلا هنا برضو من 50، وكأن عندي 2 exam بس الكاتيجوري هنا مختلف، فهنعمل كده نقول مثلا هنا assignment اوكي، دي مثلا الديفولت جريدز بتاعتها 20 اوكي، وهنا معلش احنا كتبنا ارقام، المفروض اكتب هنا الكويز مثلا احنا اتفقنا ان الديفولت بوينت بتاعته 10 اوكي، وابتدي اقاد لغايه لما اوصل لل 100 ايه بتوعي، وهدوس سيفنج خلاص. فيبقى هنا واخد بال حضرتك لما هرجع رجعت للستريم اللي هي الصفحه الاساسيه اللي موجوده هنا، رجعت كمان واخد بال حضرتك للاجزاء الخاصه بال لو انا حابب اعمل بوست او الاولاد هيردوا، اتفقنا ان الكلاس وورك زي ما انت شايف كده، البيبل اللي هو الستودنتس اللي بيبقوا موجودين، الجريدز واخد بالك it doesn't have any student، فمعنى كده ان الجريد مش هيظهر لما يكون عندي students. لو انا جيت على اليمين كده اقدر عندي calendar
اقدر احدد فيها مواعيد مثلا للكويز او كده، وده طبعا will be shared للستودنتس. لو جيت هنا عندي to do list، ده بالنسبة لي انا وللولاد، هقول لهم عندي كويز اهو، وهحدد برضو التاريخ سواء بقى ريفيو، طبعا احنا لسه ما عملناش حاجة عشان الريفيو. ده بعض السيتنجز اللي موجودة اللي احنا بصينا عليها. ده طبعا هناخد بقى نوتيفيكيشن، نفس الكلام اللي احنا عملناه من شوية، وده برضو يعني يعتبر بلاتفورم زي اللي احنا شرحناه بتاع بتاع ادمود، وان شاء الله، وزي كمان الاي ليرنينج او الموديل، واعتقد ان هو سهل التعامل ونقدر ان احنا نعمله بجيميل عادي، ما فيش اي مشكلة. ده كان فيديو يخص ازاي نستخدم الكلاس رومز بتاعت جوجل. ان شاء الله فيديوهات تانية جاية نجيب لكم برضو بدائل اخرى لكل الديستنت ليرنينج تولز. انا متشكر لحضراتكم جدا، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.